لا يخفي النظام القطري دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية. هل من الإنصاف أن نبذل جهداً لاعتبار تيارات سياسية نختلف معها إرهابية؟ لكن مطالبة المجتمع الدولي للدوحة بوقف دعم الإخوان توقع الدبلوماسيين القطريين في مواقف محرجة. السكرتير الأول في السفارة القطرية في باريس خاطر الخاطر حاصرته الأسئلة، فاضطر للخروج عن سياسة بلاده المعلنة. التناقض والنفاق هي سياسة حكام قطر.